مساء الخير، إن شاء الله هذه المرة الثالثة تكون ثابتة. اوني ديزولي مي كتعرفوا البروبليم دو كونيكسيون، ابارمون كلشي كونيكتي، كلشي داير لي لايف في هذا لو مومون، هادشي علاش كيكون مالوغوزمون لي لايف كيكون فيهم شي مرات مشكل. دونك نتسناو جوست شيماء فوالا تصيفط لي لا دوموند باش ان شاء الله نبداو. Coucou. Allez, chez vous. J'espère que cette fois-ci, ça va tenir. Chez moi? Alors. Je pense, voilà, puisque qu'il y a un problème, donc je pense que Redine Buda directement, comme ça, je te couche maintenant plus que ça. Voilà. Alors. ان توكل على الله بوحدي سيت فوازي، الا كان ديك الساعه شي ما قدرت تكون معنا في اللايف سا سري تري تري بيان. دونك اليوم اختارينا باش نهضروا على المشكل ديال الادمان ديال مواقع التواصل الاجتماعي. علاش كنهضروا على هذا الموضوع؟ حنا عارفين في هذه الفتره اللي كان فيها المشكل ديال الكونفينمون، يعني كان المشكل ديال الحجر الصحي، كان انقطاع عند المدارس، كان بزاف الناس اللي بقاو هذا في الدار، وبذلك لقينا بلا بزاف ديال الاسر وبزاف ديال الناس كيشكوا من هذا المشكل، انهم تبلاو بزاف من مواقع ديال التواصل الاجتماعي، ما بقاش عندهم يمكن هذا التحكم الكونترول على الوقت اللي كيستعملوه ولا الوقت اللي كيدوزوه في هذه المواقع. طبعا حنا كنعرفوا بلا راه عندهم واحد الوسائل ديال الجد. الوغ نحاول مره اخرى مع شيماء. فوالا حنا كنعرفوا بلا كيكون عندهم واحد الوسائل ديال الجذب، يعني اولا كيف ما قلنا بالنسبه لخاصه دابا اللي كنهضروا عليهم بزاف سي الانستغرام والتيك توك، لانهم ولا عندهم وسائل ديال الجذب بزاف بالنسبه لي جون. جوج الحاجات لانهم كيعتمدوا على الصوره، ما كياخذوش السهوله ديال الاستعمال، يعني بالنسبه للاستعمال ديالهم اللي كيبقى سهل هذا بزاف، وما كيتطلبوش واحد الجهد من لا بيرسون، يعني انه فاسيلمون تقدر واخا يكون السين ديال الشخص صغير بزاف كيقدر فاسيلمون انه يدخل تكون عنده ان كونت دغيا انه يكريي ودغيا انه كيصايب هذوك لي فيديو. وحاجه اللي عاود لي مهمه بزاف انهم كيعطيو واحد نقولوا واحد الفرصه بالنسبه للناس اللي في واحد السن صغيره انهم يعيشوا واحد يعني واحد الفتره ديال الشهره، واخا تكون افيمير واخا تكون قصيره هذا بزاف، ولكن بالنسبه لهم هذه حاجه اللي كتكون ناقصه اللي كتطلع لهم في الثقه في النفس، ولو بطريقه اللي كتكون غنقولوا غير صحيه ولا غنقولوا سطحيه. دونك نبداو ديجا بالنقطة الأولى. شيماء سافا تو اغيف ولا لا؟ ما بغاش تدي لا كونيكسيون اليوم، ما عرفتش مالا دارت لينا بحال هكا. سي با كاف. الوغ انا كيف ما قلت غادي هذا نبدا الموضوع، وفاش كتقدري ديك الساعة باش تشاركي معايا في هذا الموضوع. وي صافي داكوغ، بداي داكوغ. دابا مزيان، دونك تقدري تبداي بالأسئلة. جو بونس دابا مزيان شيماء، انا كنسمعك دابا. دابا مزيان سي بون، دونك نقدروا نبداو ياك؟ وي بديتي ديجا ولا مازال؟ كنت في اون انتخودكسيون. دون سو كا غادي نكمل.
الو غادي نقول النقطه الاولى اللي مهمه بزاف اللي خصنا نعرفوها حنايا دكتور كأطفال. كتسمع شي ماما غادي غادي نبداو حنايا كاشخاص كيفاش نعرفوا حنايا بعدا واش عندنا مشكل ادمان، كيفاش ما نكونوش دون لو داني نعرفوا راسنا واش عندنا مشكل ادمان ولا لا، وحتى عندنا الناس اللي دايرين بينا كيفاش نعرفوهم واش عندهم مشكل ديال الادمان. حنا عارفين بلا الادمان بصفه عامه شنو هو، هو الفقدان ديال السيطره على واحد الاستعمال ديال واحد الحاجه كيف ما كانت. كنهضروا على ماده، كنهضروا على تكنولوجيا، كنهضروا على العمل، كنهضروا على الرياضه بجميع انواع بجميع انواعهم. يعني امتى كنهضروا على الادمان؟ الا كان هو النشاط الاساسي اللي كنديروا، الا كنا تنديروا على حساب مثلا انشطه اخرى اللي هما الا كنا صغار القرايه ديالنا ولا على الخدمه ديالنا ولا على الوقت اللي كندوزوه مع الاسر ديالنا ولا على النعاس ديالنا. دونك هنا كنقولوا راه كاين المشكل ديال الادمان. النقطه الثانيه هو كتكون عندنا واحد الرغبه اللي ما كنقدروش نتحكموا فيها، يعني بسرعه كنلقاو راسنا اننا بحالنا كنكونوا مجبرين على الاستعمال ديالهم. حاجه اخرى كنلقاو بشويه بشويه، اما بشويه بشويه كنزيدوا الوقت اللي كنستعملوه في مواقع التواصل الاجتماعي، واما اننا كنشوفوا انه هذاك الوقت اللي كنا كندوزوه قبل فيه ما بقاش كيكفينا. يعني الا كنا بدينا في الاول مثلا في النهار بساعه في الاستعمال ديالهم وكانت كتكفينا، بشويه بشويه كنلقاو راسنا حتى كنوصلوا 6 7 8 سوايع على حسب كل هذا كل شخص. ما نقدروش نهضروا على مشكل ديال الادمان على حسب الوقت ديال هذا ديال السوايع، ولكن اكثر فاش كيكون عندنا واحد التاثير كيف ما قلت باثولوج، واحد التاثير مرضي على الشخص، سواء الصحه الجسديه ولا الصحه النفسيه ديالو، على الاسره ديالو وعلى النشاط ديالو كيف ما كان قرايه ولا كان الخدمه ديالو. عاد غنلقاو عاود واحد النقطه مهمه، انه الشخص واخا تيكون عارف بلي راه الاستعمال ديال هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي عنده واحد التاثير سلبي عليه، ما كيقدرش يحبس راسو عليه، واخا يبقى كيستعملو. هادي نقطه. تيكون عاوتاني كيكذب، معناته انه بحال دابا كان واحد في عند المراهقين خاصه مع والديهم، فاش كيبداو كيستعملوا هاد المواقع ومثلا كيدوزوا ليه كانوا الا سولتهم راه غادي يكتبوا عليك ما غايقولولكش هذا اللي كاين. دونك هادشي باش نلخصو دو فاسون جينيرال، امتى كنهضروا على مشكل ديال الادمان تقريبا تيبقاو نفس لي كريتير، لا كنا كنهضروا على طفل ولا كنا كنهضروا على مراهق ولا كنا كنهضروا على شخص هذا كبير. وهاد العلامات اللي هضرت عليها دونك كتشمل مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ما كنهضروا على جميع انواع ديال الادمان. دونك هنا يمكن غنهضر على النقطه ديال كيفاش الواحد كيوقع انه كيولي عنده الادمان عليهم. كيف ما قلت قبيله بالنسبه للمواقع ديال التواصل الاجتماعي مبنيين على واحد الحاجه كتسمى العلم السلوكي، معناه انهم حتى كيفاش انهم فوالا كيفاش انهم تصنعوا على قبل واحد لي باز اللي حنا معروفين ديال اللي كيتكونوا معروفين في التحليل ديال السلوك ديال هذا ديال الانسان، باش كيكون الانسان كيبدا كيتبلى بهم انهم كيعطيو واحد التحفيز. شنو هو هذا النوع ديال التحفيز؟ هذوك لي لايك اللي كنشوفوهم اللي حتى هما كيخليونا اننا كل مره كيكون عندنا لي لايك كيكونوا مجبرين ولا كنلقاو راسنا عندنا واحد الرغبه باش اننا كنعاودوا كنحطوا حاجات في لي في هذا في لو كونتوني ديالنا ديال لي باج ديالنا. عاود كاين هذوك النقطه ديال غنقولوا ديال لا بريزيبيليتي، يعني ما كنكونوش كننتظروا امتى واحد لو بوست ديالنا يعطي غادي يكون فيه بوكو دو لايك، وبذلك شنو اللي كينولوا كنديروا كنجي واحد السيستم ديال التبعيه. شنو يعني التبعيه؟ اننا كنشوفوا دي جون اللي عندهم واحد الناس اللي عندهم دي كونت اللي كنشوفهم عندهم واحد المتابعه كبيره ولا عندهم دي لايك كبار، وبذلك حتى حنا كنولوا في التقليد هذا ديالهم. عاود الناس اللي كيكون شيما دابا تي مبغوص وياك صراحه جي شونجي دو بلاص وقربت واحد شويه للبلاصه فين كاين لو ريزو وجي ايسيي باش نخدم بلا 4 جي. جو سوي فريمون ديزولي. لا علاش كنهضروا دابا باش نتابع معاك؟ واحد ديجا عرفتي بقيت كنضحك قبيله فاش يلاه غنبدا لو لايف باسكو الوالده ديالي قلت لها سمحي لي قطعي معايا راه عندي اللايف دابا. قلت لي بنتي المغاربه كلهم كيتفرجوا دابا في بنات العساس. قلت لي شكون اللي غادي يشوف حدا؟ والله وتفرجوا فيها عادي ساعه نديروا لو لايف. علاش كتهضروا دابا؟ كنت كنهضر على الاسباب شنو اللي كيخليو الشخص يولي عنده المشكل ديال الادمان. دونك في الاول باش عرفتي ريزومي وتبعيني يا شيماء، قلت شنو هما العلامات الاولى اللي كيكونوا ديال الادمان ديال مواقع التواصل الاجتماعي. هضرنا على الاستعمال ديالهم اللي كيكون غالب
على اي انشطه اخرين كيكون كيديرهم الشخص. هذه نقطه، ما تيبقاش عنده واحد التحكم، كتكون عنده واحد الرغبه مليحه باش انه يستعملهم، ما كيقدرش يحبس راسو عليهم. يعني حتى يوم واخا الغيزيست ولا كيبغي يمنع راسو صعيبه هذا عليه. هذه نقطه. النقطه الاخرى انه تيولي كيكذب باش يغطي شحال كيستعمل هذا فيهم، انه حتى هو عارف التاثير ديال هاد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا، على يعني على حياته وتاثيرها على الصحه النفسيه والجسديه ديالو، ما كيقدرش هذا يوقفها. عاود واحد النقطه مهمه اللي حنا كنقولوا انه بشويه بشويه كيزيد الوقت اللي كيستعمل فيهم. يعني الا كان في الاول كيكتفي بواحد الوقت معين، بشويه بشويه كيلقى راسو انه كيزيدو. ولا عاود واحد النقطه، نقطه اخرى، انه ما تيبقاش لو بليزير. يعني غادي نقدروا نقول واحد النقطه مهمه بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي، في الاول اي اكتيفيتي كندخلوا ليها في الاول كتكون باغ بليزير، مي فاش كيولي عندنا مشكل ديال الادمان تتولي ان بوزوان، ما تيبقاش عندنا فيها غير لو بليزير. كنولوا كندخلوا لها بحال كنحسوا واحد القضيه ديال الاجبار، واحد لو بوزوان، ولينا محتاجين اننا ندخل لهم. دونك فاش كيكونوا هاد العلامات هادو كنهضروا على مشكل ديال الادمان. عاد نمشيو للنقطه الثانيه، هما شنو اللي قلنا شنو هما الاسباب اللي كيخليو الشخص مدمنين. دونك كيف ما قلت بالنسبه للمواقع التواصل الاجتماعي، ما حتى حاجه فيهم ما محطوطه بطريقه اعتباطيه، ما كايناش. يعني هما تداروا فعلا كيفاش تصنعوا باش انهم يخلقوا واحد لا ديبوندونس للشخص. علاش؟ لانهم استعملوا تقريبا غنقولوا انهم يعني كيعرفوا كيفاش كتكون النفسيه ديال الواحد. كل واحد طبعا علاش كيطيح في المشكل ديال الادمان، كاين ان الشخص اللي كيكون عنده صعوبات في الثقه ديالو في الذات، ما واثقش من ذاته بزاف، دونك يلا كيقدر انه يتخبى مورا ليكرون باش يقدر يعبر على الراي ديالو، باش يقدر يهضر، باش يقدر يدخل في علاقات مع ناس اخرين. هذه حاجه اللي ما كيقدرش يديرها في الحياه ديالو اليوميه. واش كيقدروا انهم ينقصوا من قوه الشخصيه ديال الانسان؟ الو باش يقدروا يدخلوا ينقصوا القوه ديال، يعني نقولوا من تقدير الذات ديال الشخص. المشكل فيهم فاش كيكون الاستعمال ديالو فواحد السن صغيره بزاف، كيف باس سيكو كنوليو عندنا واحد الرغبه كنسميوها حنايا لا فولونتي دابارتونونس، كنبغيو اننا نتشبهوا بناس، يعني بحال كيغيروا لنا حنا المعايير ديال المعايير ديال باش كنقدروا الذات ديالنا. فاش كنحطوا واحد الصور مثلا خاصه الصغار لي زادوليسون غنقولوا المراهقين ديال البنات اللي عندهم واحد لابارونس بارتيكولير في هذا يعني في الفيزيك ديالهم، ولا كنعطوا الصوره مثلا للشباب انه باش تكون يعني عندك واحد الحضور خصك تكون اما مثلا انك مع لا سيجاريت ولا مع الكول ولا انك كتجري بسرعه ولا انك تكون فنان وغيره. دونك بذلك الانسان انه بشويه بشويه فعلا كينقص لي التقدير ديال الذات ديالو، لانه بغينا ولا كرهنا ملي غيشوف هذوك الناس اللي بلا هما اللي عندهم تيحضر واحد الاعجاب بزاف مواقع ديال التواصل الاجتماعي، ضروري انه حتى هو غادي يتاثر بهذه القضيه ويولي كينقص لي من التقدير الذات ديالو. دونك قلنا بالنسبه لقضيه ديال الادمان كاين هذا المشكل ديال الاشخاص اللي كيكون عندهم تقدير ديال الذات، كاين الاشخاص اللي بالنسبه لهم محتاجين انهم تكون عندهم واحد ايدونتيتي، واحد الهويه، وهذيك الهويه يمكن في الحياه ديالهم اليوميه ما كيقدروش انهم يحصلوا عليها، كيكون سهل اكثر اننا نصنعوا هذيك الهويه في مواقع ديال التواصل الاجتماعي. هادشي علاش كنلقاو بزاف ديال الناس كيستعملوا صور مستعاره، اسماء هذا مستعاره، مكتوبات اللي غلطه، باش كيعطيو لراسهم واحد الهويه جديده اللي هما كانوا كيحلموا بها. عاود واحد القضيه سميتها لابارتونونس، معنيتها انهم بالنسبه للاشخاص اللي شي مرات محتاجين انهم يكونوا تينتمي واحد لا كوميونيتي، لواحد المجموعه، كانت مجموعه رياضيه ولا كتهتم بواحد الموسيقى ولا غيرهم، دونك محتاجين انهم يكونوا في مجموعه. هادشي علاش كتلقاهم كيستعملوا مواقع ديال التواصل الاجتماعي اكثر. كاين عاود طريقه الهروب، الا كنا كنعيشوا في واحد الظروف اجتماعيه ولا الظروف اجتماعيه ولا اقتصاديه اللي كتكون هذا صعبه، دونك تيكون اننا كنمشيو لهذاك العالم الافتراضي كطريقه ديال باش كنقدروا نهربوا من هذاك العالم ديالنا الواقعي ولا الحقيقي.
كاين عاود الناس اللي تيستعملوهم باش انهم يطوروا واحد الكفاءات ديالهم. حنا ما غنكذبوش نقولوا بلا راه مواقع ديال التواصل الاجتماعي اي نوع ديالها انه راه ما غنقولوا كاين فيها غير سلبي، لا كاين فيها ايجابي، يعني انها كتخلي عندك كتقوي بالنسبه لبعض الاشخاص القدره ديال هذا الابتكار ديالهم، كيقدروا انهم يكتشفوا واحد الانشطه معينه، كيقدروا يشوفوا واحد لي موديل اللي كيقدروا يستافدوا منهم، يقدروا يتبعوهم في يعني في لي زاكتيفيتي هذا اللي كيديروا. دونك يقدر كاينين الناس اللي افكتيفمون كيدخلوا ليهم باش انهم يتعلموا واحد المهارات معينه. كاين واحد النقطه اخرى هي الناس اللي ما عندهمش في الحياه ديالهم شي حاجه اخرى فين تكون المنافسه، يعني ما عندهمش مثلا كما قلنا واحد الرياضه ولا واحد الفن، ولا مثلا بالنسبه لهذا الدراسه كيقدروا انهم هذا يكون عندهم فوق واحد المنافسه، ولا كيقدروا يعيشوها في مواقع ديال التواصل الاجتماعي لانه كاين فيها لا فاسيليتي، كاين فيها سهوله، وبذلك يولوا هذاك الملاذ ديالهم باش انهم كيف ما قلت انهم يدخلوا في منافسه مع ناس هذا اخرين. وعاد النقطه اللي كنا مهمه بزاف اللي حتى هي اننا كان فيهم اللي كتخلينا كيكون مشكل ديال الادمان عليهم، انه طريقه سهله باش اننا كنكونوا علاقات كيف اجتماعيه كيف ما كان النوع ديالها. دونك هادو هما النقط اللي نقدروا نقولوا انهم كيعطيونا المشكل ديال الادمان. دونك غادي ندوزو لواحد النقطه اخرى. هاد المشكل ديال الادمان فاش كنهضروا عليه مهم اننا حتى بالنسبه للناس اللي كيشوفوا مثلا راسهم عندهم هاد المشكل هذا يفهموا علاش، شنو هما التأثيرات، نقولوا التأثيرات السلبية اللي يقدروا يكونوا، علاش كنهضروا عليه؟ راه ماشي فقط على قبل الوقت اللي كندوزو فيهم، ولكن فعلا عندهم واحد التأثيرات اللي يقدروا يكونوا على الشخص بما كيف ما كان السن ديالهم، كيف ما كان الوقت اللي كي يعني لابليكاسيون اللي كتستعمل. دونك الا جينا قلنا شنو هما التأثير، اصلا كاين واحد التأثير على الصحة هذا الجسدية ديال الشخص، يعني فاش كنشوفوا انه كاين استعمال ديال مواقع ديال التواصل الاجتماعي بواحد الطريقة اللي كتكون كبيرة، هادو الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال النعاس، كاين عندهم المشكل ديال الماكله، يعني انهم حتى كما قال لك ما كيكونش انتظام عندهم بالنسبه للماكله. بالنسبه لابوستور الجلسه ديالته في واحد المده طويله يعني كتكون مقوسين ظهر، حاجه اللي كتعطيهم حتى هي الام في الجسم ديالهم. كنسى واحد الحاجه مهمه، العينين ديالنا واخا كنقولوا بلا راه كنديروا دي فوا هذاك كنقصوا لا لوميير بلو، ولكن ما نساوش التاثير كما قال الحال على العينين، وفاش كنقولوا التاثير على النظر ديالنا راه تاثير على الجهاز العصبي ديالنا. دونك هادو حاجات اللي كاملين داخلين في المشكل، غنقولوا في التاثيرات الجسديه ديال المشكل ديال الادمان. عاد غادي يجيو التاثيرات النفسيه، قلنا قبيله بالنسبه لواحد النقاط ديال انهم تاثروا على المستوى الدراسي ديال الشخص بغينا ولا كرهنا، علاش انه تيكون واحد الطريقه ديال كيكون عندهم واحد الجذب بالنسبه لانشطه اخرين، وهذه حاجه عاديه لانه غير نقص ديك الساعه المستوى الدراسي ديال هذا ديال الشخص. هذه نقطه. عاود كاين التاثيرات النفسيه، التأثيرات النفسية نقدروا نقولوا منها بعد قلنا قبيله بالنسبه لهذا الاشخاص اللي كي يطلعوا المعايير باش كيقارنوا، تيطلعوا المعايير حيت كيقارنوا راسهم مع اشخاص هذا اخرين، وبذلك هذه حاجه اللي كتدي بهم انهم كينقصوا في التقدير الذاتي ديالهم، هذه حاجه اللي كتدي بهم الحالات ديال الاكتئاب، حالات هذا ديال القلق. عاد غنقولوا التأثير على السلوك ديال الشخص، حنا كنعرفوا بلي راه كيف ما كيسوقوا مواقع ديال التواصل الاجتماعي الحاجات الايجابيين كيف ما كيسوقوا الحاجات السلبيين. دونك شي مرات كيكون هذيك الادمان ديالهم كيدي شي مرات المشكل ديال انهم كندخلوا في سلوكات اللي كتكون مضره واللي كتكون خطيره، منها ناذيو الناس ناذيو راسنا، منها المشكل ديال الادمان ديال هذا مواد اخرى. دونك هادو هما اللي غنقدروا نقولوا التاثيرات على الامد القصير والمتوسط. بلا ما نساو اننا فاش كنكونوا حنايا كنكون عندنا مشكل ديال الاستعمال ديالهم، فحنايا كنأثروا حتى على الناس اللي دايرين بينا اللي منهم مثلا الاطفال ديالنا ولا الناس اللي عايشين معنا، فاش حنا براسنا كنكونوا حنا هذوك الناس ان روبير كيشوفونا كندوز واحد الوقت طويل، يمكنش نكون كنا كأم ولا كأب كنقول مثلا للطفل ولا المراهق ما يستعملهمش واحد المده اللي كتكون كثيره، وحنايا الاولين كنبقاو نهار كله وحنايا في لي بورتابل هذا ديالنا. هذه بالنسبه للنقطه ديال هذا التاثير ديال مواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا الادمان، خاصه فاش كنوصفوا المشكل ديال الادمان. غيبقى لي واحد النقطه اللي مهمه بزاف هي الشخص اللي وصل شفنا عنده هاد العلامات ديال الادمان كيفاش اننا نقدروا نعاونوه. الوغ باش نقدروا نعاونوه
كاين واحد شي مرات كيكون واحد الاسر اللي كيسولوا لي كيقول لي واش بالنسبه للطفل ديالنا ولا المراهق ديالنا فاش وصل للمشكل ديال الادمان، واش الحل هو نحيدوا ليه لو بورتابل ولا نقطعوا ليه لا كونيكسيون نقطعوا ليه الانترنيت؟ دونك نقدر نقول هذا حل، ولكن حل غيبقى طومبوغيغ. وثانيا حنا ما كنهضروش مثلا على ادمان مثلا غنقولوا السجائر ولا المخدرات، لانه يعني بحال دابا الادمان ديال السجائر والمخدرات ما نقولوش بلا راه كنديروا عن طريق دي زيتاب، يعني على مراحل. عاده فاش كنوقفوه بالنسبه للاستعمال كنوقفوه دقه واحده، علاش؟ باسكو سي توكسيك. بالنسبه للمواقع ديال التواصل الاجتماعي ما يمكنش تقول شخص دابا في هذا الوقت اللي حنا عايشين فيه انه ما يمكنش يستعملهم، زيرو استعمال يعني صفر استعمال ديالهم، هذه حاجه اللي ماشي معقوله. دونك حنا فقط اننا كندوزو من هذاك الاستعمال اللي كيكون مفرط واللي كيكون عنده واحد التاثير سلبي على الشخص، واحد الاستعمال اللي كيكون عقلاني اللي بالعكس يقدر يكون هذا ايجابي ويكون عقلاني ويكون الاستعمال اللي بالعكس كيرجع بالفائده على هذا على الشخص. دونك بالنسبه لي هذيك القضيه اللي تنقطعوا نحيدوا عليه بالمره وسائل ديال التواصل سي با لوجيك، وحتى اننا يعني غنطبقوها على مثلا كنهضروا على مراهق ولا كنهضروا على شخص اللي كيكون هذا رشيد شويه صعيبه. دونك هو الهدف بعد انه باش يقدر الشخص يفهم فين كاين المشكل، حنا كنديروا واحد الحاجه، اول حاجه كنسموها لا موتيفاسيون، دونك التحفيز ديال الشخص. باش كنبنيو هذا التحفيز هذا كنقولوا تو سامبلومون شنو هما المزايا، يعني شنو هما الحاجات اللي بوزيتيف اللي ايجابيين اللي كيخدموا هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي، وشنو هما الحاجات اللي سلبيين، يعني شنو هو التاثير السلبي ديالو عليهم. دونك هذه حاجه اللي كنخدموا معاها بعدا هي الاولى. دونك فاش كتكون عنده الفكره واضحه اكثر بالنسبه لهاد المواقع فاش كي تيكون فيهم هذا الاداء عليه، عاد ديك الساعه كنقدروا اننا نعاونوا باش كنحطوا واحد القواعد معينه اللي كتعاونوا باش انه ينقص الاستعمال. فاش كنقولوا اننا كنقصوا الاستعمال هذا ديالو، عمره ما كيكون مثلا، نعطي مثال، واحد الشخص اللي كيدوز 6 سوايع ولا 8 سوايع في لي ريزو سوسيو في النهار، ما نجوش غنقول ليه واش شوف هذيك 6 سوايع 8 سوايع دوز ليا نص ساعه في النهار راه هي اللي معقوله، سي امبوسيبل. يعني كنحطو دوفون ان مور، واخا غيبغي يحاول ولا يتبعنا في هذا البروغرام ما غيتبعوش. دونك الهدف شنو هو؟ اننا كنديرو تو سامبلومون ان بروغرام اللي كيكون اكيليبغي، يعني بالنسبه للبرنامج ديالو ديال اليوم ولا ديال الاسبوع كيف ما كنخدمو معاه كتكون بواحد الطريقه اللي كتكون متوازنه. وعاد اننا كنقصوا الاستعمال ديال هاد المواقع بطريقه اللي كتكون تدريجيه، الا كنا في الاول كنشوف واحد لاباز ديال مثلا نقولوا عنده اون موين ديال 6 سوايع، كنشوف واحد 4 سوايع 3 سوايع ساعتين، حتى كندخلوا واحد المعدل الاستعمال اللي مقبول اللي هو تقريبا غنقولوا ساعه في النهار بالنسبه للايام ديال هذا ديال الاسبوع، والسبت والاحد كنقولوا تقريبا حتى ساعتين في النهار، كتبقى حاجه اللي كتبقى بلوز اوما معقوله. وهذه حاجه طبعا اللي كتختلف من اسره ومن من محيط هذا الاخر، ماشي كلشي عنده نفس هذا لو ريت. عاد حاجه اللي خصنا نعرفها مهمه بزاف، ما نقدرش واحد الشخص نقول ليه اش حيد من مواقع ديال التواصل الاجتماعي وما عندوش واحد لي زالتيرناتيف، ما عندوش واحد البدائل اخرى صحيه. يعني الا كنت كنقول ليه غنحيد غنقصوا هذا الوقت استعمال ديال مواقع ديال التواصل الاجتماعي، اون باراليل خصني نخلي ونعاونو باش انه تكون عنده دي زاكتيفيتي جديدين في حياته، رياضه، فن، دراسه، خروج، راحه، اللي بغينا. كل واحد كيف ما قلت لك على حسب الامكانيه ديالو، على حسب الميولات ديالو، شنو اللي غادي يكون هذا كيعجبو هذا يديرو. دونك هذه نقطه. عاد حاجة أخرى اللي غادي نقدر هذا نقولها بالنسبة للآباء والأمهات، مهم بزاف أننا كاينين واحد لي موايان اللي كيقدروا أنهم يعاونونا مثلا في بالنسبة للأطفال ديالنا باش نعاونوهم. كاينين دي لوجيسيال دابا اللي متجرين، كاينين دي زابليكاسيون اللي كنركبوهم في التليفون ولا كنركبوهم في البيسي باش كيتحكموا شوية في هذاك الوقت ديال الاستعمال ديال المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا الإنترنت بصفة عامة، باش هذا الشخص ما كيغرقش وما كينساش راسو. مهم عاود نديروا واحد لا غاكل ديال بالنسبه لوقت الاستعمال، ديما نحاولوا اننا نديرو اون بوز، مثلا عطينا لراسنا جودي نابورت كوا ساعه في هذا في النهار، نديرو اون بوز على راس 20 مينوت، باش كومسا كنحسو بالوقت ما كنساوش راسنا وكندخلو واحد الاستعمال اللي ما كان يعيقوش به هذا في راسنا. كانت قبيله هضرت على واحد النقطه مهمه هي ديك الرغبه الملحه اللي ما كنقدروش نحطو راسنا عليها، هذيك عاده كنديرو عليها واحد الاكزرسيس اللي كيكون ساهل بزاف. شنو هو؟ كنعلمو انه الشخص فاش كتجي هذيك الرغبه المليحه يعطلها شويه،
سي جوست هادي هي لا غير في بلاص مثلا عندي دابا هاد الرولاش ندخل للمواقع ديال التواصل الاجتماعي في بلاص ما جو ريبون تو سويت اني كان ديك ساعه كندخل على الاقل جو ريبورت واحد نقولوا 1 مينوت 2 مينوت 3 مينوت وبذلك شنو اللي كيوقع هذيك الرغبه نورمالمون كتهبط ياك وبذلك حتى انا ديك باش نقدر ندخل للمواقع ديال التواصل الاجتماعي لا شونس باش ندخل اليوم كتنقص حتى هي دونك هادو بارمي كيف ما قلت لكم لي شوز اللي كان هذا اللي كان نقدروا نعاونوا بهم. حاجه اخرى مهمه بزاف باش نقدروا هادو قلنا دي شوز تكنيك يعني كيف ما قال حالي كيعاونوا اللي كيعاونوا هذا لي بارون باش يعاونوا وليداتهم للمراهقين ديالهم باش ينقصوا من الاستعمال. ولكن كاين واحد النقطه مهمه باش نقصوا من الاستعمال لا غيره هذوك الاسباب اللي خلاونا نهار الاول ندخل المواقع ديال التواصل الاجتماعي هذوك الافكار اللي كيكونوا غالطه خاصها ديك الساعه حتى ما كتكون عليهم واحد الخدمه. يعني مثلا اللي تخليهم باش انه يبني علاقات خصو يتعلم انه تبني العلاقات الاجتماعيه داخل المواقع ديال التواصل الاجتماعي وخارجهم اللي كيبنيهم على اللي كيدخل لهم على قبل المنافسه خصنا اننا نعاونوا باش انه يكون عنده يعيش المنافسه مثلا في واحد المجالات رياضيه ولا فنيه ولا اللي بغينا ولا ثقافيه ولا الحاجات اللي المهم هو اللي كي هذا اللي كيميل ليهم. كل واحد كيف ما قلت لك لي غيزون اللي خلاوه النهار الاول يدخل المواقع ديال التواصل الاجتماعي كنعاونوه باش انه يلقى واحد البدائل هذا صحيحه هذا عليهم. دونك هادو اللي بغينا نقولوا بالنسبه لي شوز اللي يقدروا بلوز وما يعاونوا الوالدين باش يعاونوا المراهق اللي عنده باش يتحكموا في الوقت اللي كيدوزو. بقات لي واحد النقطه اخرى فاش دابا حنا كنعرفوا بلا بالنسبه للناس كيجيو بزاف المشكل ديال الادمان خاصه غنقولوا ديال لي بسيكوتروب ولا غنقولوا ديال مثلا دي سوبستانس ولكن يعني مواد. ولكن بالنسبه لهاد غنقولوا حنايا المشاكل ديال الادمان السلوكيه لحد الان ما تلقاوش على ما كيلقاوش انهم كي الناس واخا كانوا كيعانيو منهم تيكون عندهم نفس التاثير السلبي على حياه الشخص كيف ما المواد. ومع ذلك الناس ما كيتوجهوش نحو المتخصصين. هذه النقطه المهمه كاين حاجات اللي كنقدروا نعاونوا بهم راسنا ولكن كاين واحد الدرجات اللي فاش كنشوفوا انه ما كاينش واحد الاستجابه ولا لا سيتوياسيون يعني هذا خارج الكونترول بذلك كنتوجهوا لهذا الاختصاصي يعاوننا. شنو من الوقت اللي كنكونوا كنشوفوا لهذا الاختصاصي الا كانت درنا هذا الشيء اللي قلنا قبل ومع ذلك كان المشكل ديال بقى المشكل ديال هذا الادمان الا كنا حنا كوالدين حنا براسنا ما كاينش عندنا واحد التحكم على حنا الاستعمال ديالنا مثلا ديال المواقع ديال التواصل ولا الانترنت بصفه عامه ولا حتى غنقولوا كلهم لي غنقولوا كلهم لي دابا لي تكنولوجي اللي ولاو جداد وبذلك ما يمكنش لناش نخدموا مع هذا الطفل ديالنا. إذا كانت هذا المشكل ديال الإدمان وصل الشخص لاضطرابات نفسية هنا ضروري مع أننا نشوفوا اختصاصي نفسي. ولا كان عاوتاني لواحد النقطة كان المشكل ديال الإدمان تابع المشاكل النفسية أخرى. علاش؟ لأنه كيف ما قلنا قبيلة المشكل ديال الإدمان قد يدير الشخص مثلا المشكل ديال الاكتئاب مشكل ديال القلق كيف ما انه كاينين بعض الاضطرابات النفسيه اللي هما حتى هما كيصاحبوا مثل المشكل ديال الادمان ديال مواقع ديال التواصل الاجتماعي. بحالاش المشكل ديال الاكتئاب الاشخاص المكتئبين طبعا ما كيخرجوش وبالتالي كيلقاو راسهم كيدوزوا واحد الوقت كبير في مواقع ديال الاتصال الاجتماعي. الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي اللي كيخافوا من التعامل مع الناس الاخرين في الحياه الواقعيه وبذلك حتى هما كيلجؤوا بزاف مواقع ديال التواصل الاجتماعي. الناس اللي عندهم الوسواس هذا القهري حتى هما كيكونوا كيدخلوا في دي ريتويال اللي كتخليهم كيستعملوا هذا بكثره. غنهضر على الفئه ديال الاطفال والمراهقين اللي عندهم المشكل ديال اما صعوبات الدراسه ولا فرط الحركيه تشتت الانتباه وبذلك حتى هما كنلقاهم كيستعملوهم هذا بزاف. الناس اللي عندهم مشكل ديال تقدير الذات حتى هما كيستعملوا مواقع ديال التواصل هذا كتكون بزايد. دونك فاش كنكونوا كنشوفوا بلا ولا واش مشكل ديال الادمان ديال حاجه اخرى وبذلك فاش كيكون عندنا واحد يعني كيكون اما صعوبات نفسيه تابعة لاستعمال مواقع ديال التواصل الاجتماعي أو العكس أنه كاينين أسباب اضطرابات نفسية هما اللي عطاو لنا هاد المشكل ديال الإدمان هاد الحالة حسن أننا نتوجهو لاختصاصي. بقات ليا واحد النقطة اللي غنهضر عليها أخيرة باش خمسة نجاوب إلا كان شي أسئلة ديالكم ومن بعدها إن شاء الله نختمو اللايف. ألوغ فوالا إلا كان عندكم شي أسئلة الله يخليكم خليوها ليا باش كومسا نهضر على النقطه الاخيره وديك الساعه نجاوب على لي كيسيون رابيدمون. دونك اللي بغيت نقول انا بالنسبه لهذا الوقايه علاش تنهضر عليها باسكو ديما فاش كنكونوا قبل ما كندخلوا للحاجه
كيكون سهل علينا اننا نحطوا لها واحد ليميت. فاش كان انا حتى كندخلوا ليها وكيوقع مشكل ديال الادمان، هذه حاجه اللي كتصعب الخدمه شويه. دونك مهم انا نهضر على وسائل ديال الوقايه. اول حاجه انا نهضر على فاش الاطفال ديالنا كنبغيو نعطوهم مثلا هذه الوسائل الحديثه، كندير واحد لي ريغل حنايا معاهم كنتفقوا عليهم. اصلا بالنسبه لمواقع ديال التواصل الاجتماعي قبل من سن المراهقه، قبل من سن 15 13 سنه عفوا، ما كاينش علاش الطفل ديالنا يكون عنده ان كونت. هذه حاجه مع الاسف اللي كيخطئوا فيها بزاف ديال الوالدين، كيحلوا وليداتهم ان كونت ولا كيوريوهم هما كيفاش يحلوا ان كونت، ولا كيعطيوهم التليفون في واحد السن اللي كتكون هذا صغيره بزاف، وبذلك كنلقاهم كيتبلاو بهذا يعني ما كتكونش عندهم واحد النضج ذهني ولا فكري اللي كيخليهم كيتحكموا في الاستعمال ديالهم، وبذلك كيطيحوا بسهوله في الادمان. حاجه اخرى، فاش الاطفال ديالنا يعني تنقولوا غيوصلوا 13 سنه وبغى يحلوا هاد لي كونت ديالو في مواقع ديال التواصل الاجتماعي، مهم اننا نسطروا معاهم واحد ليميت. ليميت شنو هما؟ هو وقت الاستعمال ياك، انهم حتى بالنسبه باش ما يطيحوش واحد المشاكل في هاد المواقع خصنا نسطروا معاهم واحد ليميت. بحالاش؟ انهم لو كونت ديالهم ما يكونش بوبليك، انهم ما يحطوش واحد المعلومات الشخصيه هاد عليهم، مثلا فين كيقراو فين كيسكنوا، انهم يعطوا واحد المعلومات اللي كتكون هذا شخصيه عليهم، انهم يردوا البال بالنسبه للمحتوى اللي كيحطوه في لي باج ديالهم، ويطرحوا لراسهم واحد السؤال، واش غادي يديرونجيهم الى وحدين الناس اخرين يلزون بارتاجي، يعني انهم كيبارطاجيو هذاك الكونتوني ديالهم، واش هذه حاجه اللي غديرونجيهم؟ الا كانت غديرونجيهم دونك ما خصهمش يبارطاجيو هذه الحاجه. واش هذيك الحاجه تقدر تستعمل من بعدهم دابا ومن بعد؟ يعني مثلا انا جي بارطاجي واحد الكونتوني اون فوتو، واش الا تفكرت راسي انا من هنا يمكن عامين 3 سنين الى واش تقدر تضرني شي حاجه؟ دونك حسن انني ما نبارطاجيهاش. عاد انني كنفهموا وليداتنا انهم يردوا البال واحد جوج الحاجات اخرين، هو البروبليم ديال شي مرات اللي كيكونوا الناس اللي كنلقاهم كيحطوا دي كومونتير ولا كيكون لارسيلمون في لي ريزو سوسيو في مواقع ديال التواصل الاجتماعي. دونك في هذه الحاله الا تعرضوا بحال هذا المشكل هذا، انا نرجعوا لواحد الشخص بالغ اللي رشيد اللي كيثقوا فيه باش انه يتدخل ولا باش انه يحميهم من هذا لارسيلمون. كاين عاود المشكل ديال حنا كنعرفوه ديال التحرش الجنسي اللي كيكون كبير بزاف في مواقع ديال التواصل الاجتماعي، اللي كيتعرضوا ليه هذا المراهقين، كانوا فتيات ولا كانوا ذكور. دونك حتى هنايا مهم بزاف اننا ننبهوهم لهذا لو ريسك هذا، ولا حتى انهم طاحوا في مشكل بحال هذا انهم يرجعوا لينا، واننا غنكونوا نستمعوا لهم، اننا نعاونوهم باش انهم يتخطاو هذا المشكل. دونك هذا غوسو مودو لي زيدي الافكار الاساسيه اللي كنت بغيت نهضر عليهم بالنسبه للايف ديال اليوم. دونك نشوف جوست الا كانوا دي كيسيون جو ريبون، سينون الوغ Voilà. Voilà, je pense que Marie touche des questions. C'est dommage. حنايا فوا كنعتذر عاود عني وعلى شيماء، ولكن عرفتوا بلي المشكل ديال لي لايف شي مرات كيطرح فوالا كيكون هذا المشكل ديال لا كونيكسيون. المهم اني حاولت نوصل لكم لي زيدي برينسيبال. دو توت لي مانيير ان شاء الله لو ماردي غنكون في ام اف ام في الصباح، وغنجي نهضر ماشي فقط على مواقع ديال التواصل الاجتماعي، غنهضر بصفه عامه على الانترنت والتقنيات الحديثه اللي كيستعملوها هذا الناس. Et voilà, donc j'espère que حتى بالنسبه للناس، alors اسمح لي واحد لا كيسيون كيف ممكن الوقايه من الادمان الرقمي، هل المنظومه الصحيه بجناحيها الخاص والعام مؤهله للتشخيص وعلاج ضحايا الادمان الرقمي؟ لا كيسيون غادي نجاوب عليها رابيدمون. الوقايه هضرت عليها، هضرنا على قبل هذا الوقايه، المنظومه الصحيه ديالنا في الخاص والعام مؤهله للتشخيص. التشخيص كيدار يعني بسهوله، ولكن بقات كيف ما قلت المشكل هو باش الشخص انه يقل بيكون الولوج ديجا لهذا العلاج. يعني لحد الان ما كانش واحد العلم كبير بهذا المشكل ديال الادمان على مواقع ديال التواصل الاجتماعي، قلال الناس اللي كيطلبوا لهذا العلاج. والمشكله حتى باش كيكون عندنا مراهق اللي كيكون عنده هذا المشكل، الاباء كيظنوا انه الحل، يعني كيستسهلوا الحل وكيظنوا فقط انهم يقطعوا لا كونيكسيون ولا يحيدوا التليفون وبذلك غيحلوا المشكل ديال الادمان، ولكن ما كنساوش واحد القضيه اللي مهمه بزاف. الشخص اللي كيدمن على مواقع ديال التواصل الاجتماعي
الشخص اللي عنده قابليه للادمان. دونك نردوا البال هذه النقطه، لانه حنا فاش كيكون مراهق كيكون عندنا واحد لو كونترول شويه عليه، راه ساكن معانا دونك كنقدروا اننا نتحكموا شويه مثلا في هذا الاستعمال. ولكن فاش غيوصل لسن الرشد وغادي يقدر انه يكون ليفغي المهم عايش بوحده، دونك هنا تيولي عاود مشكل كبير باش انه هو يتعلم يتحكم في السلوك ديالو، ويتحكم فاش انه مثلا يكون عنده واحد خاض واحد تجربه جديده في واحد النشاط كيف ما كان هو، انه ما يطيحش في الادمان عليه. هادشي علاش قلت لك راه المشكل ديال الادمان، هادشي علاش شي مرات كنلقاو انه كنلقاو الناس اللي عندهم مثلا ادمان على مواقع ديال التواصل الاجتماعي، في نفس الوقت يكون عندهم ادمان على هذا على حاجات اخرين. دونك فوالا جيسبر كو نكون استفدتوا معنا في هذا اللايف. انكور ديزولي على قبل المشكل ديال لا كونيكسيون اللي كاين، جي اسيي باش نوصل لكم المعلومات هذا المهم اللي كيبان ليا في هذا الموضوع. وان شاء الله فوالا جيسبر كو حتى الا كان دي كيسيون اللي ما قدرتش نجاوب عليهم، كيف ما قلت لكم لو ماردي غيكون واحد لو لايف غنديرو من الام اف ال، باش هكذا غيكون واحد لو سوجي شويه قريب لهاد لو سوجي، وبالتالي نجاوب على لي كيسيون اللي ما جاوبتش عليهم هاد المره. دونك ميرسي اللي صبرتوا معايا وتفرجتوا معنا في لو لايف. ميرسي بور تو، اي اون سو دي ا لا بروشين ان شاء الله.